حبايبي راح نبلش الجولة مالتنا اليوم بالمسبح وكلش متحمسين واخيرا شوية وقت ريلاكس شوية فتشي بنات راح يتشمس انا ويا سبحان وانا راح اشتغلكم على الفلوج اللي نزل قبل هذا اللي شفتوه فتمتعوا حبايبي ويانا ونموت عليكم. خلصناكم الفلوج واخيرا هسه خلي شوي نتونس ونروح نسبح. رجعنا للغرفة، الأجواء بعدها مستمرة جوا، الكل جاي يتشمس، بس احنا عندنا فقرة كنا كلنا منتظريها بهذا اليوم، هسه نوديكم ويانا. حبايبي هذا اللوك الثاني اليوم، هاي سيو. شنو طلعات اليوم؟ وانتي هاي 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 فراشة. هلاو هاي تعي تعي يا يا هي اتصل اسرع تحدي تتوقعين احنا؟ ما ادري اوكي خلينا نشوف مسلف ولا ثلاث؟ اي ما ادري اخذنا مصعد بوحد وهن بصفنا. يس وصلنا قبل. المنظر راح هسه اشوفكم اياه اريده هيك يترسخ بمخكم طول حياتكم. اوكي يو ريدي يا بشنو جبناكم الملقع عم تصعدون حصان على بان تجرجر بيكم من ربع ساعه. ما استحملنا بعد طلبنا كلنا ايس تي بارتي. ثاني لوك ووو راح نطلع وراح نتعشى. ليتس جيت فود فور تامي. راح ناكل سوشي. كاتلتنا هاي بالقوه سوشي. بابا احنا باسبانيا ما ياكلوا سوشي. ساندر تهمت انت تاكل سوشي لا دونت بلاي. اوكي يلا باي. طبعا ما شوفناكم الريسبشن مال هذا الفندق. So nice. What? Yeah, Nogati, what do you want? I want a special speech from Sandra. Okay. To me. Because I brought her into this heavenly place. Yeah. And I wanted to my mother also. okay. Mother. Your own word. واخيرا وصلت المطار رجعنا للفندق. حبايبي رجعنا الى الشقه هاي رتهنا ميته من التعب. كلش تعبانين لانه كل اكتيفيتيز جاي نسويها شويه انتنس جاي نقعد الصبح. انا شخصيا ما متعوده يعني من الناس اللي من عطل انام بالاربعة الفجر على النتفليكس اتفرج افلام وهاي واقعد بالوحده الظهر. فيعني من اقعد بالتسعة الصبح بالنسبة لي يعني فتشي جدا يعني واو. مهم حبايبي راح اسلم عليكم واقول لكم تصبحون على الف خير. هذا اليوم راح ادمجه ويا اخر يوم اللي هو باكر ان شاء الله. وباكر مغامرة جدا حلوة لانه رايحين الى المدينة المائية اللي هي الاكوا بارك والبحر وبعدين مول بالليل. فناخذكم وياي. سي يو حبايبي. اليوم جولتنا جدا وانسى كلش كبيرة. رايحين حاليا متجهين انا والبنات الى الاكوا بارك مدينة المائية. راح نتونس وراح نصيح وانا اوريدي صوتي رايح ما اعرف على شنو بالضبط بس we're gonna scream even more. Let's go. وصلنا راح نتونس هناك. مع الاسف ما اقدر اخذكم ويانا لانه مي واذا اخذكم وياي راح تخرب الكاميرا بس عادي.
اشترينا كاسة حاليا راح تحط سوالفنا بيها وننطلق الى الجولة. حطيناكم بالكاسة، ما تقدرون تجون ويانا. See you after the adventure. حبايبي ورا ساعة كاملة من الونسة هنا كلش كلش تونسنا، وهسه حاليا راح نروح ناكل وبعدين نتجه الى البحر، فراح همين اصور لكم واخذكم وياي. وصلنا للبحر واخيرا جاء الوقت انه نرجع ونصفط كل شيء لانه راح نسافر الفجر يعني اليوم على باكر، فما راح ننام وراح كل شيء نحط هنا ونسد الجنطه. مو تقترعون من وجهي جاي اسوي ماسك. نودع هذا المنظر اخر يوم. اللوك اليوم ترافيك لايت. يس انا وياها. انا كلش فخوره بيك اليوم. تذكرين قلت لي لازم تسوي سبيتش؟ اوكي راح اسوي سبيتش. جايز اليوم نتالي صعدت اكثر سلايد مخيف بمدينه المائيه، لانه انا قلت لها لازم تصعدين، وكانت شنو ميته من الخوف، كانت تصعد الدرج جالت تبكي. زين رادت تبكي والله العظيم، كانت تصعد الدرج وتقولي لا لا ريس لا ريس. زين هاي فايف جيرل I love you. يلا باي نتالي تعالي ورانا. نصبنا عليها قلنا لها راح نروح. حكم نتالي كلش تخاف تخاف. زين يجيب وحدها وما ادري شنو، فعرفناها بوحده بوحده بالفندق. طبعاً اجينا مول قدام فندقنا هسه اخر يوم، ما كنا نعرف انه هالكبره. طلع مول ايش قدش كبره وما قال ايش قد حلو. تعالي نتعرف وياك. او ماي جاد جايز ذيس سو فان. ذيس سو فان. ذيس از هات فتح حالك انت. بيتا او ماي اهدي لك هاي من عندي لك لانه ملكة قلبي انت. مس عراق 2019. رايحين حاليا الى مكان او محل اسمه برايمارك. برايمارك اذا اشرح لكم، اذا ما تعرفون شنو برايمارك بالضبط، هو محل يبيع كل شيء، شنو اللي يخطر على بالكم كل شيء يبيعون، وبسعر كلش 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 رخيص. فاللي يدخل ببرايمارك معروف انه ما يطلع له اقل من ساعتين. فاحنا هسه راح ندخل برايمارك والله اليسر شنو راح نلاقي. هذا برايمارك واخيرا وصلنا له. ما صار لي طبعا 5 دقائق دخلنا بالشوبس وجمعنا. اخر ليله باسبانيا نكملها عدل مع الاكل الزين. حبايبي هذا اليوم صعدنا هنا نتالي. او ماي جاد ايش صار بيها؟ ايش صار بيك انت هنا؟ كله ما كنت تفتح وتغمض عيونها تبلع فلور وتفلوت. هاي اللقطة راح تبتشيني بالفلوج مو؟ تبتشي مو؟ كلش. انتو ما تجيبوا فلوج. شنو؟ ما لا تحجين عليهم. وداعية. باي فونكيرولا.